حلول شهر رمضان يطلق صافرة الإنذار بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق بالعاصمة، فحوادث الحروق المنزلية تسجل ارتفاعاً خلال هذا الشهر، سيناريو يتكرر كل سنة. ما ناكلش وما يتحركش وليدي ولا بنتي، هذا واش نقول لك، نربطه في الكرسي نكمل شغلي نروح لبكا ما يدير له والو. مي الصبايض إلا قد تعرضها ما نحمل، زرت بلي صارت طونسيون ما نحمل نقف تعصب، مسالا شوف به. ما تعرض ما في فرنو ولا قد ما تصفر ضمانني اللي قد زابي تجي تنضي نحمل فاذن من زمان قشي شادي يزل اللي خدم التروتين اللي خدم الحاجه اللي تجي تشتري يزل هذه حاز ادى علي في السيارة. في رمضان نستعملوا بزاف هاد السوائل وكل انسان يكون ناقص التركيز مع الصيام مع الجهد مع العياء مع الاخر، دونك هاد الحوادث يصراو بزاف بكثره سيرتو قبل الافطار ولا في السحور. اطفال مصابون بحروق متفاوته الخطوره قد تؤدي احيانا بحياتهم، لا مبالاه لبضع دقائق فقط كفيله بان تحدث حوادث اليمه، لذلك ينصح المختصون بضروره ابعاد الطفل عن اماكن الخطر. المواطن يعرف باللي شهر رمضان هو شهر تاع الرحمه تاع العباده، والماكولات هذو كيفو لي فير دون دي كونديسيون، دائما ناخذوا الحذر، وهنا راكم في العياده نستقبلوا سورتو الدراري الصغار، والدراري الصغار مساكن اي سون با كونسيون ماهوش واعيين، ولي بارون الوالدين هما المسؤولين الكبار على الصحه تاعهم والوقايه تاعهم. التقليل من الحوادث المنزلية وحوادث الحروق التي ترتفع خلال الشهر الفضيل يفرض الالتزام بالحيطة والحذر لقضاء شهر رمضان في جو عائلي بعيداً عن أجواء المستشفيات.